The countdown for Apollo 8 is on. على تيمبو ديال ميسيوني ديال ابولو في زمن مهمات ابولو 8 ما كنت لسه ولدك، ولكن التاثير اللي تركته في العالم كان لا يصدق. من وجهه النظر هاي كل احتجاجات سنه 68 واعمال العنف فيها كانت غير مرئيه. واليوم ما بيختلف الامر كثير. عنف، كراهية، دمار في كل مكان. العزلة واللامبالاة بيستمروا في النمو. المجتمع موجه نحو اتجاهين متعاكسين. بيبدو أن الأمور ولا يمكن تتغير أبداً. لازمنا رؤية جديدة. هلا ما تفهموني غلط، بعرف انه في كتير اشخاص بيامنوا بعالم افضل وبيعملوا على طول بسخاء ليغيروا الامور. كتير منهم بيضلوا مجهولين وغيرهم بيصيروا مشهورين كتير، وهناك اشخاص بيطلعوا للعالم من منظور تاني ورسموا مسارات جديدة، وهم من خلال مثلهم بيلهموا ناس تانيين. كيارا لوبيك مؤسسة حركة الفوكولاري هي واحدة من هدول. رؤيتها كانت الوحدة، الإنسانية كعائلة واحدة. الموينتو دي فوكولاريو ها perfine la pace nel mondo. حركة الفوكولاري هدفها السلام بالعالم بتركيزها على الوحدة بين الأفراد، بين المجموعات، بين الشعوب. تحلم بمستقبل يمكن نعبر عنه بكلمة: عالم متحد. بعطي السلام بالعالم. إيش هو رباط الوحدة؟ نبع السلام؟ المحبة اللي بتنبض بعمق قلب الإنسان. محبة، كلمة في الغالب بستخدمها وبفهمها بالطريقة الغلط، ومع هيك في هاي الكلمة جوهر مثال كيارا. مش محبة من نوع تاني، إنما محبة متجذرة في الله اللي اكتشفته كيارا إنه الله محبة. C'è un vostro radicalismo dell'amore di Chiara. هناك جذرية المحبة الخاصة فيكم، جذرية كيارا اللي بتكتشف عمق المحبة وبساطتها، وبتحاول أنه تجعل هاي المحبة تنتصر دايماً وفي كل ظرف. أنا ما كنت أعرف كيارا لوبك شخصي، ولكنها شخص كثير مهم في حياتي. ساعدتني أنه أفهم أنه نحن مع بعض نقدر نبني واقع مختلف. نعم، هذا الإشي ممكن يبين سخيف أو مثالي شوي، ولكن أنا بعمل هذا الإشي لأنه مثالها ساعدني على أنه أعيش في زمني الحاضر بأمل. يمكن لكثير منكم ما سمعوا بكيارا من قبل، ولكن رسالتها وصلت لكل العالم. God gifted كيارا لوبك a type of spiritual. لقد أعطى الله كيارا لوبك نوعا من الروحانية. هي نموذج جديد من أجل الإنسانية جمعاء، وكلما تقدمنا كلما سيزيد تقديرنا لهذه العطية. علينا إذن إنه ننشر المحبة، المحبة المتبادلة اللي بتولد الأخوة. لازم نجتاح العالم بالمحبة بدءا من حالنا. كانت مقتنعة إنه كلنا أعضاء في عيلة واحدة، مرتبطين جوهرياً من جوا مع بعض. كانت كيارا ثورية وعندها الملايين من الأتباع أو الفولوورز في الوقت اللي ما كان فيه شبكات اجتماعية السوشيال ميديا. حدد يسوع وصية المحبة وقال: وصيتي وجديدة، ما بكفي الإحسان ولا التضامن وحده. هو بطلب بأنه ما نعيش من أجل ذاتنا بعد الآن، بل من أجل الآخرين، مستعدين أنه نعطي حتى حياتنا من أجلهم. كيارا لوبك هي شخصية أنثوية تنظر إليها لا الكنيسة وحسب، بل العالم العلماني أيضا، بنية وانتباه مميزين. أنت لا تخرج سالما من لقاء مع كيارا من وضوحها، لأن لديها النعمة والسرية بأن تنور من تلتقي به.
لازم نعيش الأخوة بشكل جيد لدرجة إنه نتوصل لمحبة حزب الآخرين مثل حزبنا. ونحن منعرف إنه الحزبين ما نولدوا صدفة، إذا جعلناهم يتناغموا بمخطط مشترك رح توصل السياسة لهدفها. توفت كيارا لوبيك في سنة 2008، ولكن مثالها مستمر في قلوب أكثر من 2 مليون شخص عم بيكون اليوم حركة الفوكولاري في العالم كله. ولكن مين هي كيارا لوبيك؟ خلينا نشوف نظرة عن حياة كيارا. لازم أحكي قصتي. هي قصة طويلة، طويلة كتير. قصة مرتبطة مع آخر، أي مع الله. 99% عمله هو، لأنه قصتي مرتبطة أيضاً بعمل الله. 1% يمكن عملته أنا، هذا إذا كنت عملته منيح. ولدت كيارا في ترينتو سنة 1920. إمها كان عندها إيمان قوي، ولكن أبوها كان اشتراكي وبيعمل في مطبعة. كان عندها أختين وأخ، وكانوا عائلة كتير متحدة. في 7 كانون الأول ديسمبر 1943 عاشت لحظة تحول. كان عمرها 23 سنة، وقررت أنه تكرس حياتها كلها لله من دون ما تعرف شو كان مخبي لها المستقبل. قامت بالخطوة الأولى بدون ما تحكي أي شيء للعيلة أو للأصدقاء. كان انطباعي بهذاك اليوم إني أتزوج الله فعلاً. عشان هيك لو حدا قال لي شوفي كيارا رح تنولد حركة بعد هاي الخطوة، أنا ما كنت رح أكون سعيدة، لأنه الحركة كانت إشي كتير صغير أمام الله اللي اقترنت فيه. قصة كيارا مرتبطة على نحو ثابت بالحرب العالمية الثانية. كان القصف في خلفية اختبارها الأعمق. الملاجئ اللي كانت تحمي من القصف الجوي في ترينتو هي الأماكن اللي لجأت إلها كيارا مع صحباتها. شو كان بيحملوا معهم؟ أكل؟ مي؟ بطانيات؟ لا، كانوا بيحملوا الإنجيل. كانوا بيقرأوا بشكل عشوائي. الكلمات اللي كانوا يسمعوها بدأوا يجسدوها في حياتهم. هاي الآيات كانت نوع من الدعوة للعمل، خلتهم يصمموا إنه يقدموا مساعدات لأهالي ترينتو اللي انقصفت في الحرب. وبيوم التقينا مع بعض بالأبو لنحتمي من الأنابل، ومعنا شمعة مضوية لأنه ما كان في ضوء، وفوقنا كان في قصف شديد. وهناك فتحنا الإنجيل، وبالصدفة لقينا صلاة يسوع اللي بتحكي عن الوحدة، يا أبتاه ليكونوا بأجمعهم واحدا، مش هدول بس كل اللي رح يآمنوا، ليكونوا بأجمعهم واحدا. كانت صلاة صعبة، ومع هيك حسينا كأنه فهمناها، خاصة لما شعرنا أنه فيها شريعة الحركة الجديدة الناشئة، وقلنا يا يسوع إذا بدك تحقق الوحدة إحنا موجودين استعملنا. استعملنا، أي اجعلنا أدوات للوحدة. ولكن شو يعني بالضبط هاي الوحدة؟ هي مش تطابق ولا حتى اتباع أعمى، بل على العكس تماما. هي بتعني إنه نقوم بالخطوة الأولى نحو الآخرين، إنه نكون أشخاص حوار، إنه نصغر مساحة الخلافات وين ما كنا. نحن ولدنا من أجل الوحدة، لحتى نحمل الوحدة بكل مكان. وحدة روحنا مع الله، مع العائلات، بين الزوجين، بين الأجيال، الوحدة بين الجمعيات بالكنيسة الكاثوليكية. الوحدة، الوحدة، الوحدة. بعدين مع مرور السنوات شفنا الوحدة أيضاً مع الكنائس الأخرى، مع العمل المسكوني اللي بتقوم بالحركة على نطاق واسع، وحدة بطريقة معينة مع الأديان الأخرى من خلال ما بنسميه القاعدة الذهبية، وحدة أيضاً مع الأشخاص اللي بيقولوا إنهم ما بيآمنوا بس يمكن هم بيآمنوا بإشي معين لأنه في عندهم قيم إنسانية. فالمسيح مش الله وبس، بل هو إنسان أيضاً. عشان هيك لازم نحافظ على هاي القيم البشرية ونساعدها على النمو. الوحدة، الوحدة، الوحدة. أنا مع بناء العالم بهالطريقة، ولكن أنا مش لحالي. نمط الحياة هذا وصل لأشخاص كتير بيعيشوا في كتير من بلدان العالم مكان ما بتوجد جماعات الفوكولاري. نعم، الجماعات، عشان عم نحاول نعمل مع بعض مش كأشخاص معزولين. إنه نكون مع بعض بيعطينا القوة، وبيساعدنا إنه نبلش في الأوقات الصعبة مع بعض، وبيعطينا النور لأفكار جديدة. إنه نشرح شو الفوكولاري مش الإشي سهل، وما بنقدر نصنفه. إله أفق واسع، هي المساهمة بكل الطرق الممكنة بإنه نبني عالم متحد أكتر. أكيد بالنسبة إلي، مين عنده الشجاعة لينقل جبال الكراهية والعنف، مهمته ضخمة وتقيلة.
بس اللي هو مستحيل لملايين البشر اللي منعزلين والمنقسمين رح يكون ممكن مع أشخاص جعلوا من المحبة المتبادلة ومن التفاهم المتبادل ومن الوحدة محرك حياتهم الأساسي. معلمة تقدر أنها تبين كيف ممكن للرجاء أنه يسكن في واحد من أكبر مدن الأكواخ في نيروبي، أو أنه يتخطى مسلم ومسيحي ويهودي في القدس المخاوف والأفكار النمطية لنوصل لتفاهم متبادل حقيقي. أو صيادين إيطاليين ممكن أنه ينشئوا شركة جديدة ناجحة ويكونوا حاطين مشاركة في أساس عملهم. أو عائلات من سوريا اللي مزقتها الحرب أنه ترجع تنبنى، مش بس بنا بيوت بل علاقات كمان، وهم عم بيسهروا على بعضهم البعض. وهناك مهندسين معماريين في مانيلا عم بيتعاونوا مع الفقراء حتى يشتغلوا على التنمية، وأطفال في مومباي بدهم المساعدة حتى يقتلعوا الجوع من جذوره، وفنانين من كوستاريكا بكلمة فهمتوني، في أشخاص عم بيقطعوا دروب مختلفة بهدف مشترك، وهو أنه يعملوا الإنسانية عائلة واحدة. يا نبيع المي الحية المتدفقة اللي بحكي عنها المسيح بالإنجيل، هي هيك لأنها بتولد فيضانات بتفيد مياهها على كل شيء. وإحنا منشوف أنه هذا التدفق لهالروح اللي هو إنجيل نقي 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 بلش يولد في مجال الفن، في مجال العلم، في مجال السياسة، الاقتصاد، اللاهوت، الفلسفة، بيولد فيضانات وبيغير العالم. العالم بتغير، بالتالي مش بس عالم متحد بمعنى أخ مع أخ في المجال الديني وبس، بل هو عالم متحد ببني حضارة جديدة، حضارة الوحدة. ميراث كيارا لوبيك مثالها هو اليوم حاضر أكثر من أي وقت مضى. كلنا بنقدر نعمل نفس الإشي، إنه نصحى كل يوم الصبح في هدف عم يدفعنا، عارفين إنه أشخاص من مختلف الأماكن بيشاركونا فيه. هذا العالم المتحد اللي عم نشوفه من الفضاء ممكن إنه يكون قريب كتير. أنا رايح أبني. وإنت شو عم تعمل؟ تعال يلا.